يروى عن الإمام الخليلي رحمه الله، لعل هذا ذكره الشيخ سعيد بن حمد الحارثي رحمه الله في لؤلؤ الرطب، أن رجلا كان يعني لقي أو جلس مع الإمام الخليلي. الإمام الخليلي كان يزور المناطق، وهذا الرجل أراد أن يتعالم وما أعرف بغي يسأل يعني يسوي نفسه أنه وما أعرف مسكين، فقال للإمام يقول له وجدت في بعض الكتب أن الله تبارك وتعالى مات، يقول له أو قريب من هذا الكلام يعني بنفس المعنى. فالإمام عرف مباشرة وزن عقل هذا الرجل، فقال له لا تصدق. ما تصدق إيش بيقول له؟ قال له لا تصدق، إيش يطول له إياها وهي قصيرة؟ قال له لا تصدق. وروي أيضا أنه هنالك شخص كان يسمى حميد، وكان يؤذن للصلاة في مكان منطقة من المناطق، وكان إذا أذن يقول أشهد أن حميدا رسول الله، يلويها كذا يقربها زين، يقربها من حميد. إيش يقول؟ ليش أنا أقول محمد وأنا حميد؟ زين، هكذا عقله يحدثه. فأخبر الإمام الخليلي أثناء زيارة لتلك المنطقة، أخبر عنه، فيعني ناداه الإمام رحمه الله وقال له يا فلان من اسمك؟ قال له حميد. الإمام اسمي أنا، اسمي حميد. قال له طيب أنا أسميك محمد. زين، قال تقبل؟ قال أقبل، كيف ما أقبل أنا؟ زين، اسم تسميني إياه. ثم لما قام يؤذن بعد ذلك كان يقول أشهد أن محمد رسول الله. على كل حال هذه الرواية كأني وجدتها في اللؤلؤ الرطب.